مرحبا بكم مشاهدينا مع حوار هذا اليوم. مشاهدينا، الاقتصاد السوري يعتمد إلى حد كبير على القطاع الزراعي. يعمل في هذا القطاع الحيوي أكثر من 724 ألف عامل وعاملة، أي 14.32% من إجمالي القوى العاملة في البلاد. إضافة إلى ذلك، فإن نسبة كبيرة من القوى العاملة السورية تعمل في قطاع التصنيع الزراعي. مشاهدينا، الزراعة في سوريا، حالها، مستقبلها، إلى أي حد تأثرت بالأزمة؟ كيف تعمل وزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى لتجاوز الصعوبات التي يعانيها القطاع الزراعي في ظل هذه الظروف؟ واقع الزراعة بشكل عام ستكون محور حوار اليوم مع السيد وزير الزراعة المهندس أحمد فاتح القادري. مرحبا بك سيادة الوزير. مساء الخير. أهلا وسهلا فيك سيادة الوزير. حضرتك وزير زراعة لمدة يعني وقت قصير، مهمتك بدأت منذ 3 أشهر، لكنك عمليا يعني بمهمة قصيرة الوقت لكنك بمرحلة دقيقة جدا يعني فيها الكثير من الصعوبات. تعطينا فكرة عن قطاع الزراعة بشكل عام في هذه المرحلة؟ طبعا القطاع الزراعي من القطاعات المهمة جدا المساهمة في الدخل الوطني، وبلدنا بلد زراعي، وخاصة أن هذا القطاع له علاقة ومساس بكافة المواطنين إن كانوا فلاحين أو مزارعين أو مستهلكين. ووزارة الزراعة تعمل مع الإخوة المنتجين الفلاحين الذين نوجه لهم التحية في بداية حديثنا باستمرارهم بالعملية الإنتاجية بالرغم من الظروف الاستثنائية، وإنتاجهم للمحاصيل الزراعية وتأمين احتياجات السوق المحلية. القطاع الزراعي كما القطاعات الأخرى عانت من هذه الظروف الاستثنائية، وتبذل الحكومة جهود كبيرة جدا وعلى مدار الساعة لتخفيف الآثار السلبية على الفلاحين وعلى القطاع الزراعي، ومساعدة الإخوة الفلاحين والوقوف إلى جانبهم في هذه الفترة للاستمرار بالعملية الإنتاجية. نعم سيادة الوزير، يعني عندما نتحدث عن المحصول الزراعي، من المعروف بأن القمح في سوريا له مكانه الخاص ووضعه الخاص، يعني عمليا القمح هو يعتبر مرتبط بسياسة الأمن الغذائي في سوريا. ما وضع محصول القمح في سوريا، زراعته، حمايته في بظل الصعوبات والاستهدافات والاعتداءات أيضا التي طالت؟ تتحدث لنا عن هذا الموضوع. طبعا محصول القمح من المحاصيل كما تحدثت من المحاصيل الاستراتيجية الهامة والتي تولي الحكومة الاهتمام الكبير بهذا المحصول الاستراتيجي. بلغت المساحة المزروعة لهذا الموسم، موسم 2012-2013، 1,300,000 هكتار. من المخطط أن ننتج من هذه المساحة 3.6 مليون طن من القمح. وضع المحصول لغاية تاريخه جيد جدا، إن كانت بالمساحات المزروعة بعلا أو المساحات المروية، وخاصة بعد الهطولات المطرية التي هطلت خلال شهر نيسان وخلال اليومين الماضيين، وهذه الهطولات التي شملت المنطقة الساحلية والمنطقة الشمالية ومركز الثقل الزراعي محافظة حلب والرقة والحسكة، ولما لهذه الهطولات دور إيجابي في تحسين الإنتاجية ونوعية المنتج. ومحصول القمح لغاية تاريخي كما أسلفت وضعه جيد ومطمئن، وقد عملت الحكومة على تنفيذ بعض الإجراءات التي سنتحدث عنها لاحقا لتأمين إيصال هذا المحصول إلى مرحلة الحصاد وضمان تسويقه بالشكل الأمثل. تماما، يعني فورا سنبدأ عمليا بالحديث تماماً عن الإجراءات الخاصة بالقمح. تمام. بداية، هل لدينا مشكلة ما في موضوع القمح؟ يعني أنت تتحدث بأنه إنتاجيته جيدة، الظروف المناخية كانت جيدة، لكن هل لدينا مشاكل بموضوع القمح بمكان أو بآخر؟ المشاكل التي من الممكن أن تعترض محصول القمح هو مسؤولة موضوع الآفات والإصابات المرضية، ولله الحمد خلال هذا العام لم تواجهنا أي مشكلة من خلال المتابعة من قبل مديريات الزراعة ودوائر وقاية النبات في المحافظات. لم تعترضنا أي مشكلة من ناحية الإصابات الحشرية والإصابات المرضية، ووضع المحصول جيد
ونأمل أن يكون الإنتاج وفير ونساعد الفلاح إلى الوصول إلى مرحلة الحصاد والحصول على ثمار جهده الذي بذله خلال العام بالحصول على منتج وضمان تسويقه بالشكل الأمثل. عندما نتحدث عن إجراءات قامت بها الحكومة وهي خاصة بموضوع القمح، إن كان من ناحية التسويق من ناحية الأسعار، يعني تعطينا فكرة عن هذه الإجراءات بالضبط، يعني بالترتيب نقوم بتعدادها، ومن ثم يعني لماذا قمتم بهذه الإجراءات؟ هل هي حل لمشاكل معينة؟ هل هي حتى يعني مثل حماية قبل أن تحصل مشكلة معينة؟ تماما، كما بدأت حديثي بأن هذا المحصول الاستراتيجي الهام، الحكومة أولت الاهتمام الكبير بهذا المحصول وقامت بإجراءات مبكرة بدءا من الاجتماع النوعي لمجلس الوزراء بتاريخ 16/3 خلال هذا العام لدراسة واقع محصول القمح والإجراءات المطلوبة لضمان تسويق هذا المحصول الاستراتيجي. وبتاريخ 28/3 تم عقد اجتماع برئاسة النائب الاقتصادي مع الوزراء المعنيين والجهات المعنية لدراسة الإجراءات المطلوبة بالتسويق، وتم اتخاذ جملة من القرارات الغير مسبوقة والتي تضمن المرونة في التسويق، بدءا من تفويض السادة المحافظين بالمحافظات لكونهم رؤساء اللجان الزراعية الفرعية ورؤساء لجان التسويق بالمحافظة، بتحديد عدد وأماكن المراكز الشراء كلهم بمحافظته في المناطق الآمنة، ترك الخيار للفلاح لإمكانية التسويق بمنطقته الإدارية أو خارج منطقته الإدارية، وإمكانية تسويق الفلاح لإنتاجه إلى محافظة أخرى تقوم مؤسسة الحبوب بدفع أجور النقل، أو إذا قام الفلاح بنقل محصوله إلى محافظة دمشق من المحافظات الشرقية الحسكة الرقة دير الزور ستقوم المؤسسة بدفع قيمة الإنتاج وأجور النقل بالإضافة لمكافأة تشجيعية عن كل كيلوغرام يقوم بتسليمه. بالإضافة لهذه الإجراءات أمنت الحكومة بتأمين 60 مليار ليرة سورية لصرف قيم محصول القمح للأخوة الفلاحين بأسرع وقت ممكن. العامل الآخر، وافق السيد رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية، وجه وزارة المالية والمصرف الزراعي التعاوني بتسديد قيم المحاصيل الحبوب إلى الإخوة الفلاحين بغض النظر عن المديونية، وتم اعتماد سعر مجزي جدا والذي تم تحديده ب 36 ليرة سورية للقمح الطري و 37 ليرة للقمح القاسي، مع العلم بأن السعر في العام الماضي كان 22.5، وهذا السعر غير مسبوق وسعر تشجيعي، الهدف منه تأمين دخل جيد للأخوة الفلاحين والوقوف مع الفلاحين لضمان تأمين تسويق محاصيلهم بشكل مجزي وتأمين إيراد جيد لتحسين دخلهم، وبالتالي تأمين هذا المحصول الاستراتيجي لرغيف المواطنين وتأمين احتياجاتنا الداخلية من هذا المحصول. كل هذه الإجراءات كان الهدف منها تسهيل عملية التسويق، تقديم المرونة للأخوة الفلاحين، إعطاء مزايا تشجيعية وضمانات للأخوة الفلاحين لإيصال محصولهم وتسويقه بالشكل الجيد، وهذه الإجراءات كما أسلفت غير مسبوقة وإجراءات تشجيعية، وبتصوري من العوامل التي ستساعد على إنجاح العملية التسويقية خلال الفترة القادمة. حتى أخذ فكرة أدق سيادة الوزير عن موضوع ما هي المصاعب التي يمكن أن تعترض مزارع أو فلاح الذي هو متخصص بزراعة القمح، يعني في هذه المرحلة هناك المشاكل الأمنية في
بعض المناطق. هناك موضوع ربما بعض الأمراض، أمور مناخية، يعني ما هي أنواع المشاكل التي في هذه المرحلة استهدفت بعض مزارعي القمح وساعدتهم على حلها؟ الموضوع الأهم خلال الفترة الماضية هو تأمين مستلزمات الإنتاج. مستلزمات الإنتاج إن كانت الأسمدة أو المحروقات لتأمين عمليات السقاية. طبعا بذلت جهود كبيرة من قبل الحكومة، ومشكور السيد وزير النفط والسيد وزير الكهرباء لتأمين الكهرباء لمحطات المشاريع، المحطات ري، المشاريع الري الحكومية بالمحافظات الشرقية، وتأمين الاحتياجات بالرغم من الصعوبة في تأمينها وإيصالها إلى الإخوة الفلاحين، إلا أن هناك جهود كبيرة بذلت وتم النجاح بأكثر من مرة بإيصال هذه المستلزمات إلى الإخوة الفلاحين، وإضافة لتأمين الأسمدة إلى المحافظات بشكل أو بآخر من خلال الترفيق الأمني، وأحيانا بمساعدة التنظيم الفلاحي الذي ساعد بنقل هذه المستلزمات إلى الإخوة الفلاحين. الظروف استثنائية، عملنا كل جهدنا بإيصال هذه المستلزمات للإخوة الفلاحين، نجحنا ببعض الأماكن، ببعض الأماكن لم نوفق، إلا أن الإجراءات تم تنفيذها بالشكل المقبول والجيد. نعم. في حالات خاصة مثلا أنه الفلاحين ربما كانوا استهدفوا تحديدا بعد ما زرعوا محصولهم وحصدوه، ويعني الآن ينوون بموضوع توزيعه، استهدفوا بشكل مباشر، جرت استهدافات مباشرة لبعض المناطق التي فيها محاصيل القمح؟ بمحافظات عديدة تم استهداف الفلاحين بمصدر رزقهم من خلال سرقة محاصيلهم أو تعرضهم لبعض المخاطر الكبيرة مباشرة. الأمنية، اعتداءات مباشرة، عدم إمكانية نقل محاصيلهم للأسواق، صعوبات بنقل المستلزمات، بكل هذه الصعوبات حاولنا مع الأخوة الفلاحين، وكما أسلفت وجهنا للمنتجين وللفنيين الزراعيين والمزارعين الذين صمدوا واستمروا بالعملية الإنتاجية، و يعني إصرارهم الكبير وجهدهم لتأمين هذه المنتجات، لتأمين احتياجاتنا المحلية، ونوجه لهم مرة أخرى التحية، ونحن معهم لاستمراريتهم بالعمل واستمرارية العملية الإنتاجية، لأنه بلدنا بلد زراعي، والقطاع الزراعي كما أسلفنا له علاقة بكافة شرائح المجتمع. طب موضوع ارتفاع أسعار الوقود، يعني أنت تحدثت عن موضوع مساعدتكم بإيصال الوقود أو مستلزمات الإنتاج، إن كان من وقود وإن كان من أسمدة، موضوع ارتفاع أسعار الوقود كيف تم التعامل معه ومساعدة الفلاح بهذا الموضوع تحديدا؟ بالطبع أنا زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج سيكون له منعكس على التكاليف. نحن سنويا هناك لجنة بوزارة الزراعة تقوم بدراسة التكاليف على مستوى كل محافظة، ولجنة مركزية تقوم بجمع كل هذه البيانات والتكاليف بالمحافظات ولكل المحاصيل، وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، القمح والقطن والشوندر، ودراسة هذه واعتماد هذه التكاليف. هذه التكاليف يتم عرضها على اللجنة الاقتصادية، يتم إقرارها، ويتم منح الفلاح أو تسعير سعر المنتج النهائي للفلاح بسعر مجزي، سعر التكلفة الذي تم لحظ زيادة أسعار هذه المستلزمات، بالإضافة إلى تأمين 25% كهامش ربح للفلاح، ويكون المخرج النهائي هو السعر التشجيعي التكاليف بعد حساب الزيادات التي حصلت في المستلزمات الإنتاج زائد هامش ربح الذي يحدد فيه السعر النهائي الذي يكون على الأغلب مجزي لأخوتنا الفلاحين. عندما يريد فلاح مثلا في بعض المناطق، خاصة إذا كانت مناطق نوعا ما غير آمنة تماما، يعني لا نتحدث هنا فقط عن المناطق الآمنة، يريد إيصال مثلا محصوله لمنطقة معينة، يعني عن طريق من يتواصل الفلاح؟ لا يستطيع أن يتواصل مباشرة أكيد مع وزارة الزراعة، هناك من يساعدكم بهذا الموضوع؟ مؤسسات معينة، اتحاد الفلاحين، يعني بعض الفعاليات تساعدكم بهذا الموضوع؟ من الطبيعي أن العمل الزراعي أو سمة العمل الزراعي أنه هو عمل جماعي،
ووزارة الزراعة بالتنسيق مع التنظيم الفلاحي من خلال الجمعيات الفلاحية التعاونية ومن خلال الإخوة المنتجين تقوم بالتعاون مع هذه المنظمات الشعبية وحتى المجتمع الأهلي المحلي الذي له دور كبير في العمليات التي أو الإجراءات التي ستنفذ وضمان تأمين تسويق هذه المحاصيل واستمرارية العملية الإنتاجية. الدور لهم دور كبير إن كانوا اتحاد الفلاحين أو اتحاد الغرف الزراعية والمنتجين والمجتمع المحلي أو المجتمع الأهلي، لأن العملية عملية متكاملة والعمل عمل جماعي والتنسيق مستمر وبشكل شبه يومي لتقديم الخدمة بالشكل الأفضل وإيصال المنتج بشكل سليم بالنهاية وحصول الفلاح على نتيجة أو ثمرة جهده خلال العام والحصول على قيم إنتاجه بشكل مريح وسهل. نعم. كل فلاح، أنا قرأت أنه من بعض الخطوات التي قمتم بها سيادة الوزير بأنه كل فلاح يستطيع إيصال محصوله إلى أقرب نقطة آمنة ومن ثم تمام. أنتم تستلمون هذا المحصول تمام. وتقومون بتأمينه. كما ذكرت الخيارات كثيرة أمام الفلاح، من الممكن أن يقوم بتسويق إنتاجه بمنطقته الإدارية أو خارج منطقته الإدارية أو لخارج المحافظة أو حتى النقل إلى محافظة دمشق، وكل هذه الإجراءات في ستقوم مؤسسة الحبوب بتأمين أجور النقل للأخوة الفلاحين وكما ذكرت إلى محافظة دمشق، بالإضافة إلى قيمة المنتج وأجور النقل مكافأة ستكون مجزية للذين يقومون بإيصال محاصيلهم إلى المحافظات الداخلية. سنتحدث أيضا عن موضوع بعض الصوامع الحبوب أو بعض المخازين التي استهدفت عمليا، يعني بعضها سرق بعضها هرب خارج سوريا، سنتحدث عنها. لكن معي الآن اتصال مع السيد رئيس الاتحاد العام للفلاحين السيد حماد السعود. مرحبا بك سيد حماد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك سيد حماد. يعني نحن نتحدث هنا عن موضوع التسهيلات التي قدمتها وزارة الزراعة للفلاحين وتحديدا موضوع مزارعي القمح، يعني محصول القمح، وهنا أنا سألته، يعني لدينا فضول أن نعرف يعني دور الوزارة ودور الاتحاد العام للفلاحين، يعني أنتم من تتواصلون بشكل مباشر مع الفلاح، ما هو دوركم في هذه المرحلة وخاصة في الظروف الصعبة التي يتعرضون لها بعض المزارعين؟ أولا اسمحي لي بأن أتوجه بالشكر إليك ولضيفك الكريم السيد وزير الزراعة الدكتور أحمد فاتح القادري، الشخص الذي هو معروف عن دقته واتزانه وتصريحاته، وأنا كنت أتابع البرنامج من أول ما بدأ، وهو عضو مجلس اتحاد عام للفلاحين، كل ما تحدث فيه هو احنا نشارك من إعداد الخطة إلى اللجان إلى دراسة التكاليف، هذا الحكي دقيق 100%. فنحن الحقيقة الشيء اللي نقوم فيه رغم الظروف الصعبة اللي مرينا فيها وبعض العوائق أمام تأمين مستلزمات الإنتاج، نحن بدأنا وجاهدنا جهاد والفلاحين كلياتهم بدأوا بتنفيذ الخطة وبشكل نظامي وكانوا مجاهدين ومقاتلين وحريصين على تأمين الأمن الغذائي. فنحن كل يعني بعد ما نفذنا الخطة الآن، فالآن الحمد لله كما تفضل السيد الوزير المزروعات جيدة والله من علينا بالأمطار الخيرة واللي فيها بركة إن شاء الله. احنا الآن اتفقنا في اللجنة، وأنا عضو باللجنة الاقتصادية والتنسيق مع السيد وزير الزراعة وكل اللجنة الاقتصادية والحكومة بشكل عام، نحن اتفقنا على أنه الفلاح يعني بس يجني حصاده ينقل قمحه من الحقل إلى المركز الذي تحدده اللجان الفرعية برئاسة السادة المحافظين والناس المعنيين باللجنة الفرعية التسويقية بالمحافظة والاتحاد العام، اتحاد المحافظة يمثلوا في هذه اللجنة الفرعية. نحن الآن ملتزمين بأنه نأمن، اتفقنا بأنه الفلاح ينقل قمحه من الحقل إلى المركز الذي تحدده هذه اللجان، هذا جانب. الجانب الآخر، أنا أتوجه من خلال الفضائية السورية إلى إخوة الفلاحين والمزارعين بأن هذه الأسعار بعد ما تم دراستها وأخذت بعين الاعتبار كل يعني أسعار التكاليف مستلزمات الإنتاج تم دراستها على الواقع وتم إضافة 25%. أتوجه من خلال الفضائية لكل إخوة الفلاحين بأن الأسعار هذه أخذت بعين الاعتبار كل
الأسعار العالمية والأقليمية، أفضل سعر هو موجود الآن بسوريا للقمح. فأتوجه لإخوتي بأن يسوقوا حقولهم ويحصدوا أقماحهم ويأمنوها إلى المراكز يعني تحددها اللجان الفرعية. الأسعار مجزية، والآن حتى الشعير تم دراسته باللجنة الزراعية بوزارة الزراعة وطلع تكاليفه بحدود 25. أنا أتوجه لأخوتي بأنه رايح أيضا نرفع سعاره ونضيف عليه 25%، رايح يوصل أكيد 30، أكثر من 30. وهذا الأمر هذا ناقشته مع السيد رئيس الوزراء وقال ما عندي مانع، ونقترح على الحكومة أن يكون تسليم الشعير كمان بأنه للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب أيضا الثروة الحيوانية شق مهم من الزراعة. فنحن الآن نعمل على هذا الاتجاه، وأيضا أؤكد على ما قاله السيد وزير الزراعة أن من يرغب نقل قمحه لأي محافظة آمنة أو إلى العاصمة أيضا أجور النقل هي على المؤسسة العامة للحبوب، بالإضافة لسعر الشعير وسعر القمح الطري وسعر القمح القاسي تضاف إلى الذي ينقل إلى مكان آخر مكافأة تشجيعية. فنحن عملنا على تنفيذ الخطة وعلى تأمين الأمن الغذائي وعلى تحسين رقم كل المعوقات اللي اعترضتنا وأنت تحدثت عنها. نعم. سيد حماد، هناك موضوع آخر، يعني موضوع بأنه عندما نتحدث بهذه الإيجابية عن الإنتاج، عن المكافآت التي ستقدم إلى الفلاحين، هناك موضوع الحماية. يعني ما زال هناك خشية كبيرة وفي مناطق محددة بأن يستهدف بعض الفلاحين، يعني ممكن يعرفوا بأنه هذا الفلاح لديه محصول جيد أو مجموعة الآن تريد إيصال محصولها. إجراءات الحماية يعني ليس فقط خلال النقل وإنما خلال فترة التخزين. أختي الكريمة تفضل. احنا الفلاح مهمته بالزراعة، يحميها من الحرث الى الزراعة، يحرسها الى القطاف، ثم يسلمها الى الجهات المعنية، يسلمها الى الدولة. هون تنتهي صلاحياته الا اذا كان يوجد تكديس بقرية ما من قرى الفلاحين او صومعة على الفلاحين اللي هي تقع ضمن مناطقهم حمايتها وحراستها. اما الفلاح تنتهي مهمته عند يعني لما ينفذ الخطه بدءا من الحرث الى الزراعه الى القطاف، هون تنتهي ويجيبوا ويسلموا للدوله. هون تنتهي، ما ظلوا يعني ما ظل عليه ابدا يعني اي التزام الا اذا كان هذا الكبس او هاي الصومعه في منطقه فلاحيه، الفلاحين انا واثق سيحرصوها ولا يقبلوا الاعتداء عليها. نعم. اما الطرق الامنه ما لا يعني انت تعرفي في مشاكل يعني تعترض الفلاحين. واقول لك حاله، كثير من فلاحيننا بادلب وبذرعه لحد الان العصابات المسلحه منعتهم حتى من قطاف الزيتون. الشوندر كمان نفس الحاله. نعم، انعكس على الفلاحين وتضرروا كثير من الفلاحين في هذا الامر يعني. نعم. شكرا لك السيد حماد لسعود رئيس الاتحاد العام للفلاحين على هذه الإيضاحات. أرجع لك سيادة الوزير، وبنفس المحور سأتابع بموضوع الحماية. يعني من المعروف بأنه هناك مناطق استهدفت وسرقت بعض صوامع الحبوب. الناس كان لديها خشية بأنه لدينا خسارة كبيرة في الدولة نتيجة هذا الاستهداف. لا أعرف، أريد إيضاح من حضرتك يعني حول هذا الموضوع. وطبعا مناطق عديدة مع الأسف يعني تم استهدافها من قبل العصابات المسلحة. وما يهمنا الآن هو الموسم الحالي. الموسم الحالي تم التنسيق مع السادة المحافظين والجهات المعنية بالمحافظات، وتم إعطاء الصلاحيات للسادة المحافظين لتحديد عدد المراكز بكل وأماكن تواجدها بكل محافظة بالمناطق الآمنة. وهذه الإجراءات تم عقد الاجتماعات المطلوبة بالمحافظات، بمحافظة حلب وبمحافظات محافظة الحسكة وبمحافظة حماة، بتأمين هذه المواقع وتحديدها والتسويق لهذه المواقع وتأمين الحماية اللازمة من قبل الجهات المعنية بالمحافظة. ونطمئن الأخوة الفلاحين والأخوة المنتجين بأن هذا الإنتاج
سيسوق إلى هذه الأماكن الآمنة وهي أماكن محمية من قبل السلطات المحلية، والأماكن التي سيتم تحديدها من قبل اللجان الزراعية الفرعية ولجان التسويق بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية ضمن المحافظة. لكن ليس هناك من ضرر كبير على سوريا بشكل عام نتيجة سرقة هذه طبعاً هنا الفكرة التي يتحدث عنها المواطن السوري من فترة. هناك مواقع خاصة ببعض المحافظات لتاريخه لم يتم تحديد كمية الأضرار، إلا أن الضرر حصل، ومع الأسف تم نهب قسم من هذه الحبوب وبيعها إلى الدول المجاورة، وهذا الإجراء هذا هو قوت الشعب. ومن الدور الذي نتطلع إليه هو دور المجتمع المحلي للمساعدة في تأمين الحماية في هذه المناطق الغير آمنة للحفاظ على قوت الشعب والحفاظ على هذا المحصول الذي هو بالنتيجة للإخوة المواطنين. كما أسلفت حاليا التركيز على الموسم الحالي، الإجراءات ستتم، الإجراءات الضامنة لإجراء عملية تسويقية سهلة وبالمناطق الآمنة المضمونة المحددة من قبل السادة المحافظين واللجان الزراعية الفرعية. نعم، قبل أن أنتقل إلى شق آخر من موضوع الثروة، يعني إن كان في سوريا الثروة يعني والتي هي مسؤولة عنها وزارة الزراعة وهو هنا الشق الحيواني، أريد أن أسأل أيضا بموضوع، يعني تحدث السيد رئيس اتحاد العام للفلاحين بأنه بعض الفلاحين منعوا من العمل وحصاد محصولهم، أعطى مثال الزيتون والشوندر وأعطى أمثلة بأنه ربما في إدلب وفي درعا. نعم. عندما يتضرر فلاح بشكل مباشر إن كان بسبب الظروف الأمنية أو بسبب ظروف جوية أو مرض معين أصاب، يعني هل هناك من تعويضات خاصة للفلاح في حال الضرر وليس فقط مساعدته على الإنتاج أو مساعدته على التسويق؟ طبعا الأضرار التي حصلت بسبب الظروف الاستثنائية حاليا يتم تحديدها وحصرها بكافة المحافظات. الأضرار الأخرى التي تحدثت عنها وهي الناتجة عن الجفاف والكوارث الطبيعية، هناك صندوق في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي خاص بالجفاف والكوارث الطبيعية لتعويض الأخوة الفلاحين عن الأضرار الحاصلة نتيجة هذه الكوارث. وفي العام الماضي تم صرف 82 مليون ليرة سورية للأخوة الفلاحين الذين تضررت محاصيلهم في محافظات اللاذقية وطرطوس والرقة وحلب والحسكة بالظروف الجوية الاستثنائية، إن كانت رياح عاصفة أو هطولات مطرية غزيرة أو برد أو سيول أو أي كارثة طبيعية خارجة عن الإرادة. هذا الصندوق من مهامه تعويض الأخوة الفلاحين بجزء من التكاليف لمساعدته لإعادة الزراعة والاستمرارية بالعملية الإنتاجية كما أسلفت. والعام الماضي تم صرف 82 مليون ليرة سورية. الأسبوع الماضي كان لدينا اجتماع لمجلس الإدارة لدراسة الحالات الأخرى بمحافظات أخرى، وسيتم تعويض الأخوة الفلاحين أولا بأول. نعم. هذا بالنسبة للكوارث الطبيعية. أما الأضرار الناتجة عن العمليات الإرهابية أو الأضرار التي حصلت بسبب الظروف الاستثنائية حاليا يتم حصرها وليصار إلى معالجتها لاحقا بالإجراءات التي تقوم بها الحكومة بالتعويض عن الأضرار بشكل عام. بشكل عام. نعم. أنتقل إلى موضوع آخر، يعني الشق الآخر في قطاع الزراعة هو الشق الحيواني. نعم. يعني سوريا أيضا معروفة بثروتها الحيوانية. لا أعرف الآن ربما تعطينا فكرة عن واقع الثروة الحيوانية في سوريا في ظل الظروف وفي ظل استهداف هذا القطاع بشكل مباشر وبشكل أيضا فيه الكثير من الضرر ربما. طبعا الثروة الحيوانية لا شك عندنا بسوريا ثروة جدا مهمة، وخاصة أغنام العواس التي تعتبر ثروة وطنية كبيرة، وسلالات أخرى من الأبقار الشامية والماعز الشامي والأبقار العكشية، وكل هذه الثروة الحيوانية تعتبر من الروافد المهمة للاقتصاد الوطني، وهناك آلاف الأسر الفلاحية التي تعتاش من تربية الثروة الحيوانية.
هذه الثروة أولت وزارة الزراعة الاهتمام الكبير بهذه الثروة، خاصة في الظروف الحالية، وما تعرض لها هذه الثروة من أضرار من خلال نهب وسلب وسرقة الثروة الحيوانية من مراكز البحوث أو من محطات الأبقار أو من المراكز الزراعية المنتشرة في أنحاء القطر، أو من خلال عمليات تهريب هذه الثروة إلى خارج القطر بإجراءات عديدة. ومن هذه الإجراءات تأمين المعالجات البيطرية واللقاحات، بالرغم من الظروف الصعبة يتم إيصال اللقاحات إلى الأخوة المربين في المحافظات وبطرق فيها مرونة، وعن طريق أحيانا بوسائط نقل عامة نقوم بإيصال هذه اللقاحات للأخوة المربين وتلقيح أغنامهم أو تلقيح الثروة الحيوانية بشكل عام، وإيصال القشات السائل المنوي لموضوع التلقيح الاصطناعي، موضوع تأمين الكباش المحسنة وبيعها للأخوة المربين بأسعار تشجيعية، تأمين المعالجات البيطرية وتأمين الدورات العلفية من خلال المؤسسة العامة للأعلاف التي فتحت 3 دورات علفية خلال هذا العام، وبلغ مجموع الكميات الموزعة من بداية العام لتاريخ 300 ألف طن من المواد العلفية، وتم إعفاء الثروة الحيوانية أو منشآت الدواجن والأبقار من ضريبة الدخل لمدة 5 سنوات. تم السماح لمستوردي الدواجن بتأمين احتياجاتهم من المواد العلفية من الدول المجاورة. تم السماح للمستوردين للمواد العلفية دون الرجوع لمؤسسة الأعلاف بشكل مباشر. جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها بوزارة الزراعة لتشجيع الثروة الحيوانية، أو بالأحرى تخفيف الأضرار التي حصلت على الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى المشروع بتصوري مشروع جدا مهم بوزارة الزراعة، هو مشروع تطوير الثروة الحيوانية الذي يستهدف 311 ألف أسرة وتشمل 1260 قرية بكافة المحافظات السورية، وتشمل كل الأنواع الحيوانية إن كانت أبقار أو أغنام أو جواميس. والهدف من هذا المشروع تطوير إنتاجية الوحدة الحيوانية وزيادة دخل مربي الثروة الحيوانية من خلال تحسين إنتاجية الأغنام أو الأبقار، أو من خلال إدخال الحيوان كمكون أساسي في النظام المزرعي من خلال تطبيق النظم الزراعية المتكاملة، من خلال وجود الحيوان والإنتاج النباتي والتكامل بين الشقين النباتي والحيواني ضمن المزرعة الواحدة. وهذه النظم الزراعية المتكاملة التي تعتمد على الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني هي من النظم المعتمدة في أغلب دول العالم المتقدمة زراعيا، لما يؤمنه هذا النظام من استقرار لدخل الفلاح الذي يكون مصدره الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني، بالإضافة لتدريب الأخوة المربين ومساعدتهم بمنح قروض صغيرة لمشاريع يعني تستهدف تنمية وتطوير دخله من خلال إنشاء 14 صندوق للتمويل الصغير الذي يستهدف المربين الصغار لتأمين مشاريع صغيرة تساعدهم على تحسين دخلهم وتحسين مستوى معيشتهم وتأمين الاستقرار في عملهم الزراعي الذي يعتمد بشكل أساسي على الثروة الحيوانية. إذن هي تشريعات جديدة بموضوع تطوير الثروة الحيوانية، يعني كلها تشريعات جديدة ستكون بالإضافة لموضوع طبعا الموضوع جانب التشريعات هو جانب مهم جدا حاليا وزارة الزراعة تعمل من خلال اللجان الفنية مع الجهات المعنية الأخرى بتطوير جملة من التشريعات الخاصة بالثروة الحيوانية، وسنصل بالنهاية إلى تقديم مشروع قانون أو مرسوم
للثروة الحيوانية، وبتصوري هذا المشروع سيكون الأول من نوعه في سوريا، وسيكون مشروع متكامل في كل ما يهم الثروة الحيوانية وتطويرها وحمايتها. نعم، منذ أيام سيادة الوزير جرى الحديث عن مشروع أيضا تخصيص بعض أراضي أملاك الدولة لإقامة مشاريع زراعية بشقيها النباتي والحيواني. يعني نعم. أريد أن أخذ فكرة عن هذا القرار أو هذا المشروع، وأيضا أريد أن أخذ فكرة يعني حاليا مساحة الأراضي المزروعة في سوريا بشكل عام، بحكم بأن هناك محافظات متضررة أكثر من محافظات أخرى، يعني كيف هو توزيع هذه المساحة؟ أو نبدأ من النقطة أو الفقرة الأخيرة من سؤالك. طبعا المساحة المزروعة أو القابلة للزراعة بسوريا 4.5 مليون هكتار. هذه المساحة تتوزع بين المحاصيل الاستراتيجية والأشجار المثمرة بأنواعها، الحمضيات والزيتون والتفاح و اللوزيات وباقي أنواع الأشجار المثمرة، والمحاصيل المعروفة هي المحاصيل الاستراتيجية، الأقماح والشوندر والخضروات وكافة المحاصيل الأخرى. هذه المساحات طبعا تستثمر. خلال هذا العام كانت نسبة التنفيذ حوالي 87% ببعض بسبب الظروف الاستثنائية، وهناك مساحات أخرى لم تنفذ بسبب الظروف الأمنية. يقوم الفلاح حاليا بزراعة محاصيل بديلة أخرى، وكل لأن العملية الزراعية هي مصدر الدخل الوحيد، خاصة بالمحافظات الزراعية مصدر الدخل الوحيد للسكان. فيسعى الفلاح بشكل أو بآخر بعدم ترك هذه المساحات بدون زراعة إلا بالمناطق الغير آمنة، وهذه إن شاء الله تستمر العملية الإنتاجية فيها قريبا بعد أن تستقر الأوضاع الأمنية. صحيح. الموضوع الآخر الذي سألت عنه موضوع المشاريع، تخصيص بعض الأراضي لمشاريع زراعية، يعني كيف سيتم؟ تماما، تم تشكيل لجنة بوزارة الزراعة مع الجهات المعنية، إن كان هيئة التخطيط الإقليمي أو بوزارة الإدارة المحلية، وزارة البيئة، وزارة الصناعة، الجهات المعنية، اتحاد العام للفلاحين، للتوصل إلى صيغة لتأجير أراضي أملاك الدولة لإقامة مشاريع زراعية، إن كانت للإنتاج الحيواني أو الإنتاج النباتي، وفق اشتراطات معينة تساعد على الاستثمار في الجانب الزراعي. وهذه التعليمات صدرت مؤخرا لتقديم هذه التسهيلات، وبشكل بوجود ضوابط واشتراطات معينة لتنفيذ هذه المشاريع الزراعية، وخاصة كما أسلفت نحن نشجع الاستثمار. صحيح. بالعام بالقطاع الزراعي، إن كان بشقيه النباتي والحيواني، وهذا التشجيع هو رافد مهم للاقتصاد ببلدنا الحبيب، وإن شاء الله نتوفق بتشجيع هذه الاستثمارات وتنفيذها على أرض الواقع بكل المحافظات السورية. قبل أن أنتقل إلى موضوع بعض يعني البحوث الزراعية التي هي أيضا من أول القطاعات التي استهدفت في سوريا، يعني نحن تحدثنا بالبداية عن موضوع الحبوب وبحكم كونها هي المحصول الاستراتيجي، هل هناك من محاصيل أخرى في سوريا اليوم تعتبر أيضا داعم استراتيجي للقطاع الزراعي في سوريا؟ يعني الحبوب أولا، تأتي وراءها مثلا ماذا؟ الحمضيات، يعني ما هي المحصول المهم أيضا؟ هو ميزة يعني ميزة الزراعة السورية أنه زراعة متنوعة، والبحوث الزراعية طبعا هي الركيزة الأساسية لعمل وزارة الزراعة، وبالرغم من تعرض مراكز البحوث لسرقات واعتداءات خلال الفترة الماضية، ولكن لا زال العمل مستمر، والباحثون يقومون بأعمالهم وتنفيذ أبحاثهم في الأماكن الآمنة، وتم المحافظة على التجهيزات وبعض الأصول الوراثية ونقلها إلى أماكن آمنة، و
تسعى البحوث الزراعية إلى إيجاد بدائل زراعية، إن كانت من خلال تطبيق نظم الزراعة الحافظة التي تعتمد على الزراعة بدون فلاحة، وهذه تقنية جديدة تساعد على التوفير بالتكاليف والتقليل من عدد الفلاحات وضمان الحصول على منتج، وبالإضافة إلى أنه هذه الزراعة تساعد على تحمل الجفاف وتقلل كثيرا من التكاليف وكمية البزار والأسمدة المضافة. تعمل هيئة البحوث العلمية الزراعية على نشر المحاصيل البديلة والمحاصيل ذات القيمة العالية. حاليا تعمل بتنفيذ أبحاث بخصوص الأرز الهوائي، الأرز الذي لا يحتاج إلى احتياجات مائية كبيرة، احتياجاتها تقريبا مثل احتياجات القمح. حاليا التجارب هاي بطور الاختبار. تعمل هيئة البحوث العلمية الزراعية بمجال إدخال زراعات بديلة كنشر النباتات، زراعة النباتات الطبية التي تشكل من أو تعتبر من المحاصيل ذات القيمة العالية في استخدامات هذه النباتات من خلال إن كانت بالصناعات الدوائية أو الاستخدامات المتعددة. تعمل هيئة البحوث العلمية الزراعية على تطوير بحوث الثروة الحيوانية وتأمين الحيوانات المحسنة وراثيا وبيعها للإخوة المربين بأسعار تشجيعية. تعمل هيئة البحوث العلمية الزراعية بمجال ترشيد استخدام المياه، موضوع مواضيع التربة ومواضيع متعلقة بالمعادلة السمادية والأشجار المثمرة، أبحاث على كل الأشجار المثمرة. متى ممكن أن تعطي نتائجها؟ هذه النتائج يتم الإعلان عنها سنويا ويتم نقلها إلى المديريات المختصة، إن كانت مديرية الإنتاج النباتي بمجال الأشجار والمحاصيل أو إلى الإرشاد الزراعي ليتم نقلها إلى الإخوة الفلاحين والأصناف. لدينا أصناف جدا مهمة وجيدة جدا تقوم مؤسسة إكثار البزار بإكثارها وتوزيعها على الفلاحين، وما هذه الزيادة في الإنتاج وتحسين غلة ومردود الإخوة الفلاحين كانت من أحد أسبابها اعتماد الأصناف عالية الإنتاج والمستنبطة محليا من خلال هيئة البحوث العلمية الزراعية. نعم. فالخدمات كثيرة والإنجازات عديدة بالرغم من الظروف الصعبة، لازال العمل مستمر ويقوم الباحثون بعملهم ومتابعة أبحاثهم وإيصال هذه الأبحاث إلى الأخوة الفلاحين. نعم، هناك موضوع أيضا يعني لا أعرف قرأت عنه وهناك جدل جرى حوله، هو موضوع محصول القطن في سوريا. نعم. يعني جرى الحديث عن أنه يتم تقليل من زراعة القطن في بعض المناطق، لا أعرف إذا هذا الكلام صحيح ولماذا. ويجري الحديث أيضا هنا عن موضوع أنه موضوع رفع الدعم عن القطن، يعني أيضا المرتبط بموضوع المصرف التعاون. نعم. أريد إيضاح حول موضوع محصول القطن. طبعا محصول القطن هو من المحاصيل الهامة ومن المحاصيل الاستراتيجية التي تؤمن احتياجات معاملنا المحلية، وهذا المحصول يلقى كل الدعم والاهتمام والرعاية من قبل الدولة. خلال هذا الموسم فقط وبسبب الظروف الاستثنائية المصرف الزراعي كان لديه تخوف من عملية التمويل، أي منح القروض دينا للفلاحين بسبب وجود 53 مصرف خارج الخدمة، إضافة إلى عدم إمكانية تدقيق وتأمين أضابير للتمويل خلال هذا العام. فكان القرار الحكومي تأمين المستلزمات للإخوة الفلاحين نقدا على أن يتم دعم المنتج النهائي من خلال تقديم الدعم والسعر المجزي أثناء تسويق المحصول. يعني اختلف بأنه لا يأخذ الدعم من المصرف، يأخذوه نقدا. فقط موضوع التمويل خلال هذا العام تأمين مستلزمات الإنتاج نقدا بسبب الظروف الاستثنائية، وهذا الإجراء لهذا العام فقط. نعم. وإن شاء الله العام القادم سنتابع بنفس الطريقة السابقة وسيتم تمويل الفلاحين عينا في حال
وضع هذه المصارف بالخدمة المنتشرة بمحافظات القطر، وهذا الإجراء كما ذكرت هو لهذا العام، وسيلقى الفلاح الدعم الكامل بنهاية الموسم أثناء تسويق المحصول. نعم، هناك أيضا موضوع لا أعرف أيضا حجم أضراره، يعني هناك موضوع الحراج الزراعية في سوريا، هناك بعض المناطق من المعروف بأنها تضررت بشكل كبير، إن كان بسبب بعض ممارسات المواطنين أنفسهم، يعني في فترة الشتاء هناك مواطنين كانوا يقطعون الأشجار من أجل التدفئة، وهي ظروف خاصة فعلا في هذه المرحلة، بالإضافة إلى بعض الاستهدافات التي تعرضت لها الغابات أو بعض المزارع في سوريا، ما حجم الأضرار وماذا فعلنا لنتلافى؟ لأنه يعني هي مشكلة يعني اقتصادية وبيئية وزراعية خطيرة جدا. طبعا مساحة الحراج عندنا بسوريا حوالي 582 ألف هكتار، وبذلت جهود كبيرة خلال الفترة الماضية بزيادة المساحات الخضراء وبالتحريج الصناعي، ولازالت وزارة الزراعة مستمرة بإنتاج هذه الغراس وزراعتها في المناطق الحراجية، ولكن مع الأسف تعرضت هذه المساحات خلال العام الماضي إلى أضرار واعتداءات جائرة، إن كانت من خلال قطع هذه الأشجار أو من خلال حرق بعض المساحات. وزارة الزراعة سعت خلال الفترة الماضية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات التي قد تحد، لا تحل المشكلة، تحد من موضوع التعديات. قمنا بعملية بيع الأحطاب المتوفرة لدينا في مراكز ناتجة من أعمال التربية والتنمية إلى السكان المحليين بمعدل 2 طن من الأحطاب وبأسعار رمزية للأسر والسكان المحليين المجاورين للمواقع الحراجية. بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة تم إصدار قرار بمنع تصدير الأخشاب الغير مصنعة والفحم إلى الدول الأخرى إلى خارج سوريا، بالإضافة إلى التعاون مع المجتمعات المحلية، لأن هذه الإجراءات لن تكون ذات جدوى أو فاعلية إذا لم يكن هناك تعاون من المجتمع المحلي، وهناك تجارب بمحافظات عديدة كان للمجتمع المحلي دور في حماية المساحات الحراجية، وقدمنا شهداء، يعني وزارة الزراعة قدمت حوالي 147 شهيد، قسم منهم من الخفراء الحراجيين والعاملين بالمواقع الحراجية. بالرغم من هذه الظروف العمل مستمر بتجديد هذه المواقع وإعادة الزراعة، والمراكز إنتاج الغراس تستمر بعملها لإنتاج الغراس لإعادة زراعة هذه المواقع، ونؤكد على دور المجتمع المحلي في المساعدة بحماية الغابة، لما للغابة والأشجار من دور بيئي وجمالي وجاذب للهطولات المطرية وتحسين للبيئة، وبالنتيجة الغابة للمواطنين. لأي وكل مرحلة هذه تضررت مناطقنا مواقع ربما زراعية؟ مواقع تقريبا بأغلب المحافظات حاليا. نقوم بحصر هذه المساحات، وهناك مناطق حاليا لا يمكن الدخول لها. إليها لتقييم سيتم حصر هذه المساحات لإعادة زراعتها إن شاء الله مستقبلا في المناطق الآمنة، وتجديدا على فكرة دور المجتمع المحلي سيادة الوزير. يعني ربما الآن تقام بعض المشاريع بحكم بأنه في شباب كثير يعني متطوع، ربما شباب المدارس أيضا، إعادة زراعة الأشجار تحديدا التي تضررت كما قلت سيادة الوزير. يعني جرى العمل، جرى بدء مشاريع تمام الإطار. نحن سنويا من خلال احتفالنا بعيد الشجرة بالأسبوع الأخير من العام، والنشاطات التي تلي بدء الاحتفال والتي تستمر على الأغلب لمدة 3 أشهر، يتم التعاون مع الجمعيات البيئية ومع المنظمات الشعبية ومع السكان المحليين وحتى مع الأطفال بإعادة زراعة الأشجار والمساعدة والمشاركة بزيادة المساحات المحرجة،
وهذه النشاطات تتم سنويا وفق برنامج يتم تأمين الحراج من قبل دوائر الحراج إن كان بالإدارة أو بالمحافظات. لهذه المنظمات يقومون بالتشارك بزراعة هذه المساحات لزرع القيمة بنفوس الأطفال والجمعيات والمنظمات بأهمية الشجرة ودور الشجرة ورعاية الشجرة وحمايتها بعد الزراعة. نعم. هناك موضوع آخر أريد أن أسألك عنه، وهو من الأمور التي استهدفت، يعني عندما تستهدف غابات وتستهدف أحراج بالإضافة إلى استهداف بعض مراكز البحوث، يعني جرى الحديث بأنه هناك حتى أنواع من سلالات الحيوانات وأيضا من بعض السلالات النباتية جرى يعني استهدافها لمرحلة ربما تكون قد انقرضت، لا أعرف إذا كانت هذه المعلومة صحيحة في سوريا. يعني هناك الحديث عن 20 من السلالات التي تضررت حيوانية أو نباتية. بتصوري لا، ما أنه هاي السلالات وصلت مرحلة الانقراض. طبعا صار في خطة طوارئ بهيئة البحوث العلمية الزراعية للمحافظة على الأصول الوراثية إن كانت نباتية أو حيوانية، وتم نقل هذه الأصول الوراثية إلى أماكن آمنة في محافظات أخرى، وهي حاليا محافظ عليها، وكافة الأصول الوراثية تم ضمانها وتأمينها لاستمرارية العمل مستقبلا، ولا يوجد هناك ما يشير إلى انقراض، أو لأن النواة التي حافظنا عليها من خلال نقلها من بعض مراكز البحوث إلى مناطق آمنة ستساعدنا بالمستقبل على استمرارية العمل والمحافظة على هذه السلالات. وكما أسلفت هناك مجموعة فنية ومكلفة بمتابعة هذا الموضوع والمحافظة على الأصول الوراثية، ونطمئن أخوتنا المشاهدين إلى أن هذه الأصول الوراثية محمية وبأماكن آمنة إن شاء الله. نعم. أعود أيضا إلى بعض المحاصيل، يعني تحدثنا عن القمح والحبوب، تحدثنا عن بعض القطاعات التي تضررت، أريد أن أتحدث عن الأمور التي لم تتضرر في سوريا لكن ربما الصعوبة بتسويقها بإيصالها، كما ذكرت حضرتك يعني منذ البداية، يعني موضوع الحمضيات، الزيتون، الخضروات، يعني وهنا الحديث أيضا مرتبط، يعني الناس تسأل بأنه نحن حتى الآن لدينا هذه الزراعات متوفرة، رغم ذلك أحيانا الناس تفتقدها واحيانا اذا وجدتها تجدها بسعر عالي. نعم. يعني لماذا ايضا لم يكن هناك سياسه تسويقيه استراتيجيه لهذه المحاصيل؟ طبعا موضوع دورنا نحن بوزاره الزراعه دور انتاجي، وبالتعاون مع الاخوه الفلاحين والمنتجين انتاج منتج زراعي بمواصفات مطلوبه للاستهلاك المحلي او للتصدير الى الخارج. ووزارة الزراعة خلال الفترة القريبة الماضية عقدت اجتماع لعرض رؤية واستراتيجية تسويقية للمحاصيل الزراعية بمشاركة كافة الجهات المعنية. دورنا نحن بوزارة الزراعة دور مساعد، لسنا جهة تسويقية، ولكن دورنا دور مساعد، كما مساعد على الإنتاج، مساعد على الإنتاج وتأمين أو إيجاد أرضية لأسواق إن كانت محلية أو خارجية من خلال المعارض الزراعية أو تعريف المنتج السوري مع الجهات الأخرى إن كانت خارجية أو داخلية. ومن ضمن هذه المواضيع الأسبوع الماضي تم إنجاز أو العمل على تأمين بيانات تسويقية ستكون متاحة للمنتجين والتجار والمصدرين للمنتجات الزراعية. نعمل مع الجهات الأخرى كما قلنا، دورنا دور مساعد، ولكن ما يهمنا أن نساعد في إيصال هذا المنتج، وخاصة الحمضيات الذي يعتبر من المحاصيل المهمة والزيتون وزيت الزيتون. وتمت المساعدة مع الجهات التسويقية إن كانت بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
أو مع وزارة الاقتصاد لتأمين أسواق خارجية لهذه المنتجات لتصدير الفائض. وكانت هناك مبادرات جيدة خلال العام الماضي، إن كان من خلال تصدير زيت الزيتون أو الحمضيات إلى الجمهورية الإيرانية، أو تصدير زيت الزيتون إلى مصر وبعض الدول بأمريكا الجنوبية. كل هذه المسائل هو عمل جماعي، دورنا كما ذكرت هو دور مساعد، لسنا جهة تسويقية. المحاصيل التي ذكرت هي محاصيل رئيسية، نساعد على تأمين الأرضية المناسبة لإيجاد آلية تسويقية، وقدمنا رؤية، وهذه الرؤية سيتم طرحها قريبا إن شاء الله على اللجنة الاقتصادية لاعتمادها وتحديد مسؤولية كل جهة من الجهات العامة بإنجاح هذه الاستراتيجية، لأن موضوع التسويق هو مفصل جدا مهم بالعملية الإنتاجية لإيصال الفلاح إلى ثمر جهده خلال العام والحصول على إيراد جيد. نعم، هو إيصال الفلاح لثمرة جهده، وأيضا يعني موضوع تخفيف العبء على المواطن، يعني في ظل هذه المعادلة الفلاح التاجر يلي الذي يأخذ يعني يشتري من الفلاح ومن ثم يبيع للسوق، هو عمليا كان الأكثر استفادة في هذه المرحلة ربما. أكثر من الفلاح وأكثر من المواطن، يعني المواطن كان العبء الكبير عليه، الفلاح ربما استطاع أن يتفادى بعض الخسائر، لكن التاجر هو من ربح في هذه المرحلة. تمام. حاليا هناك فجوة بين سعر المنتج أو الفلاح والسعر الذي يباع بالمفرق أو للمستهلك. صحيح. هذه العملية حاليا تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية، لأنها من مهام وزارة التموين والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، على وضع ضوابط وموضوع خاصة المنتجات الزراعية، موضوع عرض وطلب، أحيانا صعوبة النقل كان يكون له دور سلبي على موضوع رفع السعر، أو المنتج حاليا موجود بالأسواق، عملية ضبط الأسعار بحاجة إلى تقليص هذه الفجوة بين سعر المنتج والسعر المستهلك، وهذا ما تعمل عليه حاليا وزارة التموين، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. أنا أعرف، يعني أنا عم بسألك بموضوع أعرف بأنه لا تحب أن تتحدث عنه، ليس من صلاحيات وزارتكم، لكن لإيضاح الفكرة للمواطن. تماماً. يعني من هو المسؤول عن هذا الموضوع؟ أنا لهذا الهدف أسأل. هناك أيضا موضوع، يعني عندما نتحدث عن الدعم والتسهيلات التي تقدمونها للفلاحين والمزارعين، يعني بغض النظر هم ما هو المحصول الذي يعملون عليه، في هذه المرحلة من العقوبات الاقتصادية، من الأعباء على الدولة، الموضوع الدعم بهذا الشكل لأي مرحلة هو يعطي، يعني يحمل الدولة نفسها عبء تستطيع أن تتجاوزه، وبماذا تعوضه الدولة؟ طبعا موضوع الدعم الزراعي، ما في زراعة بدون دعم بكل دول العالم. نعم. الزراعة تكون على الأغلب مدعومة، الحكومة تهتم بموضوع دعم القطاع الزراعي من خلال دعم مستلزمات الإنتاج ببعض، مثلا دعم البزار على سبيل المثال وليس الحصر، تكلفة بذار القمح بمؤسسة إكثار البزار 37 ليرة، يباع للأخوة الفلاحين ب 26 ليرة، بالإضافة لحساب التكاليف مع هامش ربح مع مراعاة الزيادات السعرية التي حصلت بمستلزمات الإنتاج كما تحدثت ببداية حديثي. هناك دعم للمحاصيل الرئيسية، دعم الحمضيات سنويا، ودعم الزيتون، ودعم محصول البطاطا، ودعم محصول القطن، وخاصة المساحات المروية على الآبار، ودعم المحصول البندورة إن كانت زراعة مكشوفة أو زراعة بالبيوت البلاستيكية، بالإضافة لدعم التفاح. أغلب المحاصيل الرئيسية مدعومة من صندوق دعم الإنتاج الزراعي، وسنويا تقوم الجهات المعنية بالمحافظات بحصر هذه المساحات المزروعة وفق التنظيم الزراعي، وفق الرخص الزراعية، ويقوم الصندوق بتقديم الدعم اللازم للأخوة الفلاحين. وحاليا نعمل باتجاه تطوير الدعم الزراعي باتجاه تطبيق الدعم الذكي. ما هو الدعم الذكي؟ الدعم الذكي بشكل مبسط، التركيز على محصول
معين عليه احتياج إن كان للأسواق المحلية ومن سياستنا الزراعية بتشجيع هذا زراعة هذا المحصول يتم التركيز على توجيه الدعم على هذا المحصول. طبعا هذه الآلية حاليا يعمل العمل عليها لم تستكمل بعد. نعم. يعني توجيه الدعم باتجاه محاصيل معينة متوافقة مع احتياجاتنا احتياجات السوق المحلية وفق توجهات الدولة. نعم. وهذا ما نعمل عليه حاليا. نعم. بما أنه نتحدث عن موضوع دعم المزارع ومساعدته وما يعطي هذا الموضوع عبء على الدولة، الآن ونحن نتحدث جاء اتصال يقولون لي في الكنترول، اتصال من حمص من بعض المناطق أنا ربما لا أعرفها مضبوط بشكل جيد، مقعبرة، الدويرلين، رباح، كفرام، نقلوس، المزرعة. أحد المزارعين يتحدث يعني اليوم بحكم الظروف الجوية التي كانت استثنائية بأنه نزلت حبات البرد، وصلت حبة البرد وزنها 200 جرام وتضررت الكثير من المحاصيل، منها هناك ربما يزرع أشجار التفاح. نعم. يعني عندما يتحدث مزارع بهذا الشكل بأنه هو تضرر. نعم. فورا كيف يتم التعامل معه؟ يعني وهي حالة واقعية الآن يجب فورا معها. يقوم بتقديم طلب إلى أقرب وحدة زراعية موجودة أو دائرة زراعة بحصول الضرر لديه، سيتم الكشف على هذه الأضرار ويتم رفع الجداول للوزارة، وسيقوم صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية بتعويضه بجزء من التكاليف وفق مرسوم الصندوق. والإجراء الذي سيقوم به هو إيصال الطلب إلى أقرب وحدة زراعية إن كانت وحدة إرشادية أو دائرة زراعة تابعة لمديرية زراعة حمص لحصر هذه الأضرار وتحديد المساحة المتضررة ونسبة الأضرار. وهذه الإجراءات تقوم بها الجهات المعنية بالمحافظة، وسيتم رفع هذه الجداول لتعويض الإخوة الفلاحين من الصندوق. نعم. هو الآن يعني يسمعنا لأنه هو اتصل وقال أريد أن تصل هذه المعلومة إلى السيد وزير الزراعة. هنا سؤال أيضا يطرح نفسه، يعني نتحدث الآن عن الدولة وما تساعد وماذا تفعل، ماذا تضررت، ماذا عن القطاع الخاص؟ يعني في القطاع الزراعي وفي مجال الزراعة كيف يكون للقطاع الخاص دور إن كان بعملية الإنتاج أو التسويق، والأرباح كيف تكون أيضا بالنسبة؟ طبعا كما تحدثت ببداية حديثي بأن العمل الزراعي هو عمل جماعي، والعمل الجماعي يحتاج إلى تضافر الجهود من الجميع. التنظيم الفلاحي مسؤول عن قطاع الفلاحين والقطاع التعاوني، واتحاد الغرف الزراعية يمثلون القطاع الخاص المزارعين الذين يعملون بالعمل الزراعي. طبعا لكل تنظيم لديه مسؤولياته ونشاطاته من خلال الخدمات التي يقدمونها للمزارعين، أو من خلال التنظيم الفلاحي الذي يقدم خدماته للأخوة الفلاحين من خلال التنظيم أو القطاع التعاوني للعاملين بالزراعة. والقطاع الخاص له دور كبير إن كان في مجال العملية الإنتاجية أو بمجال التسويق أو بمجال التصنيع الزراعي، وكل هذا الدور منوط بالقطاع الخاص وله دور بالعملية الزراعية وبالعملية الإنتاجية، وتقوم بهذا الدور اتحاد الغرف الزراعية من خلال نشاطات متعددة إن كان بالجانب الحيواني أو بالجانب النباتي. نعم. هناك الحديث يعني عندما قرأت بعض من نشاطات وزارة الزراعة، وأنتم لكم موقع على الإنترنت خاص بوزارة الزراعة، يجري الحديث عن سوق زراعية مشتركة، يعني بما أنه نحن نتحدث هنا عن صعوبة ربما في ببعض أمور التسويق، عن صعوبة ببعض أمور النقل، يعني هناك الحديث عن سوق زراعية مشتركة تضم كل من سوريا ولبنان وعراق وإيران، وأنت تحدثت منذ قليل عن بعض الصادرات التي ذهبت إلى إيران وإلى بعض الدول، يعني هذا الموضوع على أرض الواقع موجود أو هو مجرد دراسة اليوم؟ طبعا موضوع التعاون والتبادل التجاري بين الدول إن كانت الدول المجاورة أو الدول الأخرى من الأعمال التي تسعى الحكومة طبعا من خلال الوزارات المختصة، من خلال وزارة الاقتصاد والتجارة أو من خلال الجهات الأخرى بإيجاد أسواق والتبادل التجاري ومن ضمنها السلع الزراعية. ولنا
تبادل تجاري مع أغلب الدول الجوار، إن كان مع العراق أو مع إيران أو مع الدول العربية الأخرى، وهذا التبادل التجاري الزراعي لا زال قائم بالرغم الظروف الاستثنائية. هناك محاصيل تصدر وهناك محاصيل تستورد، والعملية هي عملية تكامل وإيجاد أسواق. والتحدي الأكبر بالنسبة لنا حاليا هو إيجاد أو إنتاج منتج بتكاليف أقل وبجودة أفضل لحتى نقدر ننافس بالأسواق الأخرى، وهذا ما نعمل عليه من خلال عملنا الفني أو بالتعاون مع التنظيم الفلاحي ومع الأخوة المنتجين. نعم، عندما تقول هناك محاصيل تستورد، يعني في هذه المرحلة وبحكم أيضا الظروف التي نمر بها، يعني عندما تقول وزارة الزراعة، إن كان على لسان حضرتك سيادة الوزير أو بشكل عام أبحاث يعني وزارة الزراعة وحتى كلام غرف الزراعة يتحدثون بأنه بشكل عام محاصيلنا أغلبها جيدة، لماذا إذن الآن في هذه الظروف نحتاج إلى أن نستورد محصول معين؟ هناك بعض المحاصيل وببعض الفترات من العام الذي لا يتوفر فيها إنتاج محلي يتم الاستيراد من الدول المجاورة أو من دول أخرى، أو استيراد محاصيل غير منتجة محليا، ممكن تكون بمناطق بيئية مثلا محاصيل مدارية غير منتجة لدينا بسوريا يتم استيرادها، أو إنتاج بعض المحاصيل بفترات لا يكون فيها هناك إنتاج محلي. وهذا عملية التبادل التجاري أمر متاح، ومع تأكيدنا طبعا على حماية منتجنا وعلى دعم منتجنا، لأن المنتج الزراعي السوري منتج مميز، ولدي يعني هناك رغبة من الكثير من الدول على الحصول على هذا المنتج الحصول على هذا المنتج وتسويقه بدولهم. نعم، هناك مثال على هذا الموضوع سيادة الوزير، يعني بما أننا نتحدث هنا أيضا عن الثروة النباتية والحيوانية أيضا بموضوع المداجن، يعني كان هناك قرار منذ فترة باستيراد مثلا الفروج المجمد، بحكم بأنه بالعكس لدينا الآن يعني من أكثر القطاعات التي تضررت هم يعني قطاع الدواجن وقطاع الذين لديهم دواجن تضرروا، يعني لا أعرف الآن كيف يكون هو وضعهم وضع من لديهم دواجن بحكم بأنه تضرر بشكل كبير هذا القطاع. نعم، ولماذا الاستيراد؟ هو طبعا القطاع الدواجن من القطاعات الهامة، وصناعة الدواجن كانت من الصناعات المتطورة لدينا بسوريا، ووزارة الزراعة تدعم بشكل كبير منتجي الدواجن. نعم، إن كانت من الناحية الفنية أو إن كان من ناحية الرعاية الصحية أو من كان من ناحية تأمين بعض المستلزمات والأعلاف وتأمين بعض الإجراءات التي تساعد على استمرارية العملية الإنتاجية. فعلا خرج جزء من المربين أو بعض المنشآت التي تقوم بإنتاج الدواجن من الخدمة بسبب الظروف الاستثنائية. كانت رؤية وزارة الاقتصاد أنه تأمين بعض الاحتياج للسوق المحلية من الفروج المجمد من إنتاج إيران عن طريق التبادل السلعي، وهي تجربة قد تكون مفيدة أو لا. نحن مع دعم القطاع الدواجن ومع دعم المنتج، لو لمرة واحدة سنكون قد دعمنا المستهلك أكثر من مرة. نعم. هناك أيضا يعني دراسة أنا كمان من موقع وزارة الزراعة الحديث عن أنه نقاش اللجنة الزراعية الفرعية بحلب وبرئاسة محافظ حلب بموضوع أيضا تسويق بعض المحاصيل ومنها القمح الذي بدأنا الحديث عنه، يعني حلب تحديدا في وضعها الحالي كيف يتم التعامل معها؟ ما هي فرص أيضا بيع وتسليم بعض المنتجات وإنتاجها حتى؟ طبعا من بكل محافظة هناك لجنة زراعية فرعية. نعم. برئاسة السادة المحافظين وبمشاركة كل الجهات المعنية بالقطاع الزراعي، هذه اللجنة تجتمع وبشكل دوري، وهناك لجنة لتسويق المحاصيل الاستراتيجية وخاصة محصول القمح. من خلال من مخرجات اجتماع اللجنة الوزارية التي اجتمعت برئاسة النائب الاقتصادي، أعطت المرونة للسادة المحافظين لتحديد عدد وأماكن ومراكز الآمنة لتسويق المحاصيل وخاصة محصول القمح. فهذه الاجتماعات تعقد بكافة المحافظات
لدراسة وتحديد هذه أماكن مراكز التسويق، دراسة مدى توفر مستلزمات التسويق إن كانت من آليات وسيارات لنقل المحاصيل أو تأمين أكياس الخيش أو تأمين المراكز وكل المستلزمات أو حمال العمال النقل والعتالة أو تأمين الكهرباء لمراكز الشراء لعمليات الوزن وعمليات تحديد نوعية المنتج وتحديد سعره من خلال المخابر الموجودة بهذه المراكز. كل هذه العملية تم دراستها من خلال هذه اللجان برئاسة السادة المحافظين وتحديد المراكز الآمنة لتنفيذ العملية التسويقية بشكل الأمثل وبشكل جيد. نعم. هناك يعني ذكرت خلال حديثك سيادة الوزير يعني أكثر من مرة موضوع التعاون مع الوزارات، وهناك مثال عليها عندما تحدثنا عن موضوع ضبط الأسعار وعلاقتها يعني بكمية الإنتاج والعرض والطلب. يعني هنا نتحدث عن تعاون بين وزارتكم، وزارة الزراعة ووزارة حماية المستهلك. هناك أيضا وزارات أخرى في هذه المرحلة تتعاونون معها، الكهرباء، النقل. يعني لأي مرحلة أيضا يجري التنسيق، وهل يعني هذا التنسيق والتعاون فعلا غير ربما من بعض الواقع الصعب في بعض المناطق؟ طبيعي، نحن التنسيق يومي، ومشكورين السادة الوزراء بالوزارات المعنية، إن كان السيد وزير الكهرباء الذي لبى بحالات عديدة لتأمين الكهرباء بالرغم من الظروف الصعبة لتأمين الكهرباء لمحطات الري المشاريع الحكومية. نعم. أو خاصة بمرحلة الإنتاج ربما تماماً. هي تختلف تماماً. الظروف تماماً. من مرحلة الإنتاج ومرحلة التسويق تماما. نعم. لتأمين الريات التكميلية وخاصة الري المهمة بحياة النبات. وإن كان من خلال السيد وزير النفط بتأمين المشتقات النفطية وخاصة المازوت لتشغيل المحركات للري، أو تأمين حاليا للحصادات الزراعية التي ستقوم بحصاد المحصول ونقل المنتجات الزراعية من المنتجين إلى مراكز الاستلام. كل هذا التنسيق الشبه يومي مع الوزارات المعنية وتجاوب هذه الوزارات بتأمين هذه الاحتياجات، وبالرغم كما ذكرت من الظروف الصعبة فرق العمل بالمحافظات تقوم بتأمين هذه المنتجات وفق الإمكانيات المتاحة وإيصالها للأخوة المربين، أو إيصال هذه الخدمات للأخوة الفلاحين لاستكمال دورة حياة النبات ووصول الإنتاج إلى مرحلة الحصاد. نعم. هناك موضوع أيضا أريد أن أسألك عنه بموضوع المحاصيل الزراعية. يعني عندما تحدثت حضرتك وتحدث أيضا السيد رئيس اتحاد الفلاحين بأنه بعض المناطق التي فيها تخزين ربما لبعض المحاصيل مثل المناطق التي فيها سويمعات حبوب، أنه هنا المسؤولية على أهل هذه المنطقة أو على الفلاحين أنفسهم بحماية هذه المحاصيل. لا يمكن تشكيل ربما لجان معينة، جهات معينة بالتعاون مع بعض الجهات الأمنية لزيادة حماية؟ يعني كان هناك عتب أحيانا من بعض المواطنين في الفترة الماضية، لماذا سمحت الدولة أو تركت الدولة بعض الصوامع حتى تسرق مثلا؟ هذا كان سؤال صحيح. عمليا السادة المحافظين يقومون بجهود جيدة وبالتعاون مع المجتمع المحلي الذي أؤكد على دوره المهم، وخاصة بالظروف الاستثنائية الحالية، بسير العملية التسويقية وسير العملية أو عملية التخزين وحماية المنتج، لأنه بالنتيجة هذا المنتج للفلاحين وللمستهلكين. والإجراءات تتم حاليا من قبل السادة المحافظين وبالتعاون مع الجهات المعنية لاختيار المواقع الآمنة وأماكن تواجدها وتأمين الحماية اللازمة لها. نعم. سيد الوزير، قطاع الزراعة أو الزراعة في سوريا، ونحن نعرف أهمية هذا القطاع، وهناك أيضا بعض الملاحظات، يعني ما بدنا نجلد الذات ونرجع للماضي. نعم. لكن يقال بأنه نحن أهملنا وقصرنا كثيرا بموضوع سياستنا الزراعية في الماضي قبل مراحل هذه الأزمة، والآن اكتشفنا أهميتها. الآن يعتبر وضع الزراعة في سوريا بخير؟ يعني ليس هناك من خطر كبير عليه رغم الأضرار أكيد التي أصابته؟ الظروف صعبة والظروف استثنائية،
وهناك جهود كبيرة جدا تبذل للمحافظة على هذا القطاع العام. الحكومة مستمرة بدعم هذا القطاع لما له دور كبير في الاقتصاد الوطني، وبلدنا بلد زراعي والزراعة بخير بجهود الفلاحين والفنيين والمنتجين، وسنبذل كل جهد للمحافظة على هذا استمرارية العمل بهذا القطاع الهام ورفده لاقتصادنا الوطني، وإن شاء الله الأمور بخير إن شاء الله. ليس هناك من شيء مخيف للمواطنين، وأنا أعود وأذكر لأنه جرى الحديث في الفترة الماضية بشكل كبير، وهو سؤالي الأخير لك سيادة الوزير، بأنه كانت ربما بعض الأمور من بقطاع الزراعة في خطر في سوريا. هذا الكلام غير صحيح بناء على كلامك. هناك أضرار لا يجوز أن ننكرها، وهناك ضرر حصل على القطاع الزراعي، وهناك بالمقابل جهود كبيرة تبذل لتخطي هذه الأضرار والتخفيف من الآثار السلبية على القطاع الزراعي وعلى الفلاحين. وستبقى سوريا بلد زراعي وقوتها في زراعتها. وستبقى سوريا بلد زراعي قوية بجيشها وبشعبها وبزراعتها وباقتصادها. شكرا لك سيادة الوزير، سيادة وزير الزراعة المهندس أحمد فاتح القادري، على هذه المعلومات التي قدمت لنا. شكرا جزيلا. مشاهدينا، انتهى حوارنا لهذا اليوم، شكرا للمتابعة.